مع الأسف أنه في كل حادث نرى أن هنالك كأنما هنالك أناس متربصين ينتظرون بفارغ الصبر أن يكون هنالك حادث أو غيره، ويصبون جام حقدهم نحو المواطن العراقي، سواء نتكلم عن المقدادية العزيزة أو ديالة أو العراق بصورة عامة، والكثير منهم مشخصين ومعروفين، باتوا معروفين للجميع. ورسالتنا لهم أنه يجب أن يقفوا وأن يقفوا خطابهم الطائفي هذا، لأن أولا هم مرفوضين اليوم من المجتمع، والشيء الثاني وسوف نتكلم أيضا عن قانون العقوبات العراقي، وبالتالي المواد القانونية اللي ممكن أن تلاحقهم بها من خلال الدعاوى التي تقدم من خلال الشعب، من خلال الدعاية العام، من خلال المؤسسات الأمنية، أو حتى من خلال هنالك أيضا لا ينسون أن هنالك لجنة قضائية، وهذه اللجنة القضائية مشكلة بأمر قضائي، وسوف أيضا يكون لها موضوع في الخطاب، خطاب الكراهية. كل هذه الأمور واضحة. اليوم الجمهور العراقي وبعد معاناتنا لداعش وتحريرنا لأراضينا والدماء والشهداء بات يقدس موضوع الوطنية، ويمقت بشكل كبير جدا كل أصوات نشاز تنادي بالطائفية أو الإثنية أو العرقية. بالتأكيد سيادة اللواء، نقدر أن هناك كثير من الشائعات أطلقت بعد الحادثة في ديالة، لكن الأمر الذي حصل بالفعل أن هناك حادثة وقعت. نعم. الآن نتعرف على الوضع الأمني في ديالة، كيف هو الوضع الأمني؟ هل هو مستتب؟ كيف هو وضع الأهالي؟ هناك نزوح بالفعل في بعض القرى؟ طبعا هنالك متابعة مستمرة من قبل السيد رئيس الوزراء أولا بأول، واجتماعات مستمرة. نعم. سواء للسيد وزير الداخلية أو مستشار الأمن الوطني، الحشد الشعبي، السيد رئيس الأركان، رئيس أركان الجيش، نائب قائد العمليات المشتركة، اهتمام خاص حكومي، الوزارات المعنية. وبالتأكيد اليوم الوضع يختلف في المقدادية وفي قراها، أيضا من خلال متابعة الأخ قائد الشرطة الجديد وقائد العمليات، بالتأكيد التحصينات الأمنية قد وضعت، وأيضا هناك جنبة استخبارية وجنبة أمنية وجنبة اجتماعية، كل هذه الأمور بأدوار كانت واضحة المعالم ووزعت، والوضع الحمد لله بخير. طبعا بالتأكيد يعني كان هنالك بعض النزوح، وهذا النزوح تم معالجته أولا بإعطاء يعني المكافأة التي قدمت من قبل رئيس الوزراء ومن خلال وزارة الهجرة، وبالتالي أيضا عملية الرجوع إن شاء الله إلى الأماكن بعد تحصيلها وإكمال كل الأمور والمتطلبات، ولن يكون هنالك أي مجال لأي عملية اعتداء على مواطن، سواء للمجاميع الإرهابية الداعشية أو أي جماعة منفلتة تحاول التأثير على السلم الأهلي في هذه المناطق. جادين وحريصين على أن يكون هنالك عملية إلقاء القبض على أي جهة تحاول عرقلة السلم الأهلي في هذه المنطقة. طيب سيادة اللواء وزير الداخلية وسيد رئيس مستشار الأمن القومي أيضا والكثير من القادة الأمنيين زاروا محافظة ديالة والمقدادية بالتحديد، ووقفوا على القضية التي حدثت والحادثة التي حدث في المقدادية. هنا نسأل ما هي مطالب عوائل الشهداء؟ بماذا تقدموا للقادة الأمنيين الذين زاروا المقدادية ووقفوا على الحادث وتداعياته أيضا؟ بالتأكيد يعني سيد وزير الداخلية أقول لك يمكن ساعة بساعة هو على تواصل للوضع الأمني هناك من خلال القادة والضباط وأيضا فعاليات الاجتماعية. الكل يريد الحق، وبالتالي عملية التحقيق، وهذا ما قامت به الحكومة من خلال إجراء عملية تحقيق واسعة وشاملة وبكل أبعادها الفنية والإجرائية والجنائية، والتحقيق مستمر. الشيء الثاني هو أيضا الشعور بالأمان والاستقرار، وهذا ما أيضا ما تقوم عليه القوات الأمنية الآن. ويعني إن كان لدينا متسع من وقت، حقيقة أريد أن أعرج على أهلنا وناسنا سواء في المقدادية أو في كل مكان، الحذاري من الأفلام التي يروج لها البعض، أفلام قديمة، أفلام مفبركة، صور قديمة، يحاول البعض اشترارها وأن تكون وكأنما هي صورت في المقدادية. أخواني يجب أن ننتبه لهذا الموضوع، نرجع إلى أساس هذه الأفلام، نرجع إلى أساس المعلومات، والمقدادية موجودة ويمكن للجميع زيارتها، ديالة موجودة ويمكن للجميع زيارتها، فلا داعي أن ننجار وراء هؤلاء. طيب. المرضى نفسيا. إذن التحقيقات التي ستجرى سيادة اللواء تخص فقط الجريمة التي وقعت
وقعت في القريتين في ديالة، أم أيضا تخص إثارة النعرات الطائفية في المدينة؟ بالتأكيد لدينا التحقيق الجاري على الموضوع القريتين في المقدادية، وأيضا هنالك نظرة شاملة واسعة للأمن في المقدادية وفي ديالة بصورة عامة، يعني نظرة كاملة متكاملة، الغاية منها أن لن يكون هنالك يعني أي خروقات أمنية مستقبلا. ننظر بالاتجاه لنقضي على كل محاولة أو بؤرة لداعش أو عصابة إجرامية. طيب في قضية النزوح سيادتي اللواء، تطرقت أنت لهذا الموضوع، لكن لم نذكر السبب الأول للنزوح، هل هو بسبب تهديدات تلقتها العوائل أم أنه بسبب ما بث على وسائل التواصل الاجتماعي وغير حقيقي كما ذكرت؟ طبعا وسائل التواصل، هذا أيضا شكرا لك على هذا الإشارة، طبعا وسائل التواصل الاجتماعي تسبب ذعر كبير جدا، بل وتضخم الحالة وتكبر يعني كمية القلق والرعب والخوف عند المواطنين. نعم قد يكون هناك أساس بسيط للقصة، ولكن في ذات الوقت القوات الأمنية قد تواجدت ومنعت أي محاولة للتأثير على المواطنين. بالتالي عندما تكون الرسالة حقيقية بمعلومات حقيقية مع أمن موجود على أرض الواقع، هذا سوف يعطي المواطن الأريحية وبالتالي البقاء في القرى أو في المدن.